بالنسبة للمختبر الأول اللي هو Practical Virology، خلي أذكركم في النظرة عامة عن علم الفيروسات. أنا ما حكيت بالبداية عن هاي المحاضرة عن الفيروسات لأنه المعلومات راح ناخذها بالتفصيل، وعليكم السلام زهراء. المعلومات نعم راح ناخذها بالتفصيل وين بالنظري، فما حبيت أنه أكرر المعلومات عليكم بالعملي. فبالنسبة للفيروسات بشكل عام، الفيروس طلاب هو عبارة عن شنو؟ عن حامض نووي دي ان اي وبروتينات تكون محاطة بكابسيد، واضح؟ كابسيد او كوتن صحيح ايضا، ايضا الى تسمية اللي هي نيوكليو كابسيد، واضح؟ نعم. وبعض الفيروسات قد تكون مغلفة او قد تكون غير مغلفة، يعني عندها انفلوب او ما عندها انفلوب. هذا تركيب الفيروس بشكل عام، واضح؟ بالنسبة إلى الشكل مالته، قد يكون هيليكال، يعني هيليكال يعني شلون يكون شكله مثل المعيني، قد يكون سيمتريكال يعني يكون معيني، أو قد يكون حلزوني، إلى أشكال متعددة بالنسبة لشكل الفيروس. ومثل ما ذكرت لكم راح ناخذهم بالتفصيل بالنظري، واضح؟ فهذا بالنسبة إلى شكل الفيروس. بعد شو المعلومات المهمة مثلا عن الفيروسات؟ إنه هي ما تحتوي على عضيات حية، مثل ما قلت لكم عبارة عن بروتين وحامض نووي. الحامض النووي العفو مع الفيروسات يكون يا إما دي إن إي يا إما آر إن إي، والدي إن إي شي يكون يا إما سينجل ستراند أو يكون دبل ستراند، واضح؟ أو سينجل ستراند آر إن إي، بثلاث أشكال للحامض النووي. يعني مو مثل هيومن، مو مثل أي كائن، أي كائن حي موجود اللي هو، أو مثل البكتيريا مثلا، هو يكون حاوي يا اما البكتيريا تكون حاوية على الدي ان اي وعلى الار ان اي. هو شو يكون حاوي؟ يكون حاوي يا اما على الدي ان اي يا اما على الار ان اي، ما يحوي اثنيناتهم، واضح؟ نعم. هاي ايضا نقطة مهمة لازم نعرفها بالفيروسات. بعد شنو معلومات مهمة عن الفيروسات لازم تعرفوها قبل ما ندخل بالبراكتيكال مالته؟ انه ما يحتوي على عضيات حية، انه شو يسوي؟ يوجه الخلية، يعني من يدخل بالخليه، الخليه مال الهيومن مال الانسان، شو يسوي؟ يحولها مثل المصنع له، واضح؟ يعني يستغل شكو شيء بالخليه ويخليه لصالحه، يقوم يستغل الاليات الموجوده بداخل خليه الانسان ويخليه شنو، يعني عن طريقها يتضاعف ويسوي تضاعف وترجمه واستنساخ وشنو، وبالتالي يكون نفسه ويقوي ضرارته عن طريق شنو؟ عن طريق الهيومن سيلز. اذا هو شنو؟ هو بدون الإنسان يعني لا شيء. عليكم السلام، نعم زهراء. طلاب الفيروس بدون الخلايا الحية هو لا شيء، هو يعني هسه بالهواء، فشي يعني أقول لكم يعني لا شيء، بارتيكل عادي، هيك ذرات تراب عادية، فقط عندما ما يدخل للخلية الحية يصبح الفيروس ضاري، واضح؟ نعم. فقط عندما ما يدخل للخلية الحية، ليش؟ لأنه راح يبلش يستغل، يحول الخلايا مال الهيومن الى مصنع له، ويعني يخليها شلون البيت مالته يصير تماما. زين، هسه هاي بشكل عام ونظرة عامة عن الفيروسات. زين، نجي الى practically اللي هي laboratory rules، القواعد اللي لازم اتبعها عندما ادخل الى مختبر الفيروسات. لا طبعا، مختبر الفيروسات تكون مختبرات خاصة، تكون ذات سيفتي، حماية عالية جدا، مو مثل هاي المختبرات العادية، لأنه مثل ما تعرفون الفيروسات انفكشيوس، تكون ذراوتها عالية وتكون معدية جدا وخطرة جدا، كلش خطرة التعامل مع الفيروسات. فالقواعد اللي لازم نتبعها عندما ندخل إلى مختبر الفيروسات هي: أولا، You must always wear medical gloves, mask and coats. هاي تقريبا أول خمس نصائح مكررة عليكم، نفس اللي أخذناها بالرولز بالنسبة للمختبرات مع البكتيريا، اللي هي You must always، يعني لازم واحد يرتدي شنو؟ الخفوف، الكمامات، اللاب كوت اللي هي الصدرية الطبية. القاعدة الثانية: don't allow to smoke, drink and eat inside the virology lab. إذا مثل ما ذكرنا أيضا، غير مسموح التدخين أو الشرب أو الأكل وين؟ بداخل اللاب، واضح؟ غير مسموح، لأن ممكن تنتقل لك الإصابة عن طريق الكونتام أو التلوث الموجود يعني
لربما يكون موجود بعض المختبرات إذا كان تعقيماته يعني غير دقيق. زين، ثلاثة، wash your hand before and after working inside the lab. إذا مثل ما اتفقنا إنه الإيدين بعد إحنا تعودنا إيدينا لازم نغسلهم ونعقمهم دائما قبل وبعد ما المختبر، وهسه بالوقت الحالي دا نغسلهم ونعقمهم بكل وقت تقريبا، وصارت هذه عادة عندنا إنه التعقيم ضروري جدا بالمختبر أو برا المختبر. Keep your hand away from nose, eyes and mouth. إذا أحاول قدر الممكن إنه شنو إنه أبعد إيدي عن منطقة النوز اللي هو الأنف، العيون أو الفم. النقطة الخامسة، keep your bench clean and tidy, disinfect the bench before and after working. إذا العفو مكان اللي أشتغل عليه لازم تسوي له أعقمه دائما، أعقمه قبل وبعد، نفس الشيء مثل ما أنت تغسل إيدك وتعقمها، البنش نفس الشيء، تعقمها قبل وبعد، قبل الشغل، قبل ما تبلش، وبعد ما تبلش شغل أيضا. زين، don't leave any contaminated objects around. إذا أي شيء أستخدمه ويصير بيه كونتام مباشرة شو أسوي؟ مباشرة أهمله بالحاوية، أو يعني أتعامل وياه حتى شنو أتخلص من التلوث مالته، ما أخليه يمي حتى ما يلوث لي شغلي. واضح؟ زين، بعد شنو القاعدة الأخرى اللي عندي اللي هي All glassware should be sterilized by autoclave or by oven before and after working. إذا طلاب بالنسبة للزجاجيات اللي أستخدمها أنا بالمختبر شنو لازم تتعقم؟ بالأوتوكليف أو بمن؟ أو بالأوفن. أيضا before and after working. أوكي؟ أيضا before and after working. شو طبيعي إحنا أول ما ندخل إحنا أكيد يعني بعد ما نخلص شغل بالزجاجيات مالتنا أحطها بالأوفن. اكثر شيء احنا نستخدم الاوفن بالتعقيم، حطها بالاوفن تتعقم، اجي ثاني يوم هي اوريدي معقمه يعني فاستخدمها مره ثانيه، يعني ماكو مشكله هنا عندنا. بعد شنو عندي؟ all the biological tests should be doing inside the safety cabin. طلاب اختبارات الفيروسات لازم وين تكون؟ نعم لازم تكون داخل السيفتي كابين اللي هي المكان احنا نصيح للهود. طلاب أكيد عرفون الهود، أنا سبق وحين شفت لكم عنه. الهود هذا مكان خاص نستخدمه حتى للزرع البكتيري مو فقط الفيروسات، فهذا مكان لازم نعقمه يعني نعقمه تماما، وهو حتى قلت لكم مرات يجي بيه إشعاع يعني الأشعة اليوفي، الأشعة فوق البنفسجية، أيضا أقدر أشغلها لمدة ربع ساعة على المنطقة حتى أضمن تعقيم كامل للمنطقة قبل ما أشتغل بها. زين، بعد شنو عندي؟ when you deal with animals you should be very careful and try to reduce the noise because a lot of noise may be disturb the animal and make it nervous or tension. طلاب عد ما أتعامل بالنسبة للفيروسات إحنا أكيد أغلب شغلنا بالفيروسات والتجارب المختبرية أغلبها وين تكون؟ نعم تكون يا إما على النسيج، تكون يا إما على النسيج أو على اليمن أو على الفئران. واضح؟ يعني حتى أشوف مثلا تأثير هذا الفيروس أو شو يسبب بالهيومن تيشيو، شنو ضرره على أنسجة وخلايا الإنسان، بالبداية شو أسوي؟ يعني نصيب بالحيوانات المختبرية المتمثلة سواء جرذان أو فئران. إحنا حيواناتنا غالبا تكون جرذان أو فئران أو شنو أو أرانب، هن ذني اللي أكثر شيء مستخدمات يعني بالتجارب المختبرية. بالنسبة للفيروسات هذا الحيوانات لازم واحد يعتني بيها جدا، طبعا لها لازم يكون مكانها الخاص، بالصيف لازم عليها تبريد، بالشتاء تدفئة، لازم تحافظون يعني كلش حساسة هذه الحيوانات، كلش حساسة يعني لازم تحافظ عليها بشكل مو طبيعي، يكون انت تظل مراقب طول ما انت عندك تجربة وطول ما انت تحتاجهم بشغل مالتك، فانت لازم شنو تعتني بهم سواء من الأكل، بالشرب، بنظافة المكان، بكل شيء. واضح؟ بكل شيء لازم تحافظ عليه، تحافظ عليه من الضوضاء، لأنه أي ضوضاء ممكن يصير عندهم سترس أو توتر، أو شلون نقول إحنا يخافن. واضح؟ فإحنا نحافظ عليها قدر الممكن ريلاكس بحالة الراحة، حتى شنو حتى تكون المعايير مالتنا اللي نقيسها بعدين
عن طريق الدمال، الفئران او الجرذان تكون شنو؟ تكون مضبوطة، عفوا مضبوطة، وما بيها شنو؟ ما بيها اي نسبة خطأ. زين، هاي بالنسبة لمن؟ الى الحيوانات المختبرية. النقطة الأخرى هي when you deal with antisera you should be very careful especially with those samples of highly infectious HIV or HPV because it's considered as a source of infection. إذن بالنسبة للتعامل ويا من ويا الانتسيرا، الانتسيرا طلاب اللي هو نفس البلازما، بلازما الدم أو الدم بشكل عام، بس هو الانتسيرا البلازما يعني، يعني عندما أنا أجي أسحب دم لشخص، واضح؟ سواء هذا الشخص يعني مثل ما ذكرت لكم أنا أتوقع المحاضرة السابقة إنه أنا الشخص اللي يجيني للمختبر هو مريض، واضح؟ هو جاي يريد يفحص ويشوف شنو بيه، فأنا أحط ببالي كل شيء، ممكن يكون عنده هذا إيدز، ممكن يكون عنده هيباتيتس يعني التهاب كبد فيروسي، ممكن يكون عنده مثلا إصابة بكتيرية أو أي نوع من أنواع الأمراض المعدية، فأنا لازم أحط هالشيء ببالي. لكن على وجه الخصوص أكثر الفيروسات المنتشرة والمعروف عنها إنه تنتقل عن طريق الدم وصايرة بكثرة يعني هاي الحالات هي الـ HIV اللي هو الأيدز والـ HPV. إنه شنو؟ إنه أحاول قدر الممكن ما أطخن إيدي بإيدي، يعني أسحب بشكل مضبوط، أو مثلا بالتيوب اللي بيها مثلا البلود بيها الدم أو بيها مثلا البلازما، يعني أكون جدا حذر بالتعامل مع الدم بالمختبر، جدا حذر، لأنه الدم شنو طلاب مباشرة أي خدش بسيط، مرات حتى هاي الخدوش البسيطة اللي بإيدي أنا تعبر فيروس إذا كان موجود بالسامبل بالعينة، فلازم أكون جدا حذر أنا بمن بالتعامل ويا البلود سامبل عينة الدم، واضح؟ لأن شنو تكون نسبة يعني الخطورة مالتها جدا عالية. هاي بالنسبة للابراتوري رولز. بنات اكو سؤال عليها؟ طلاب عيني اكو سؤال على اللابراتوري رولز؟ واضحة يمكم؟ اي نقطة ما واضحة قولوا لي عليها حتى شنو نعيدها، ما عندي مشكلة. فبالنسبة إلى شنو؟ إلى الكل أو فيروس طلع طريقة جمع العينات. أول شيء عندي العينة type of sample is، أول عينة عندي السواب، إحنا وياك اكو انواع شوي هنا احنا ما طرق السواب. قبل السواب خلينا نشوف اول شيء من ياخذوا نزل، واضح؟ نزل ايز، مرات حتى الليجن او الحبوب او البذور ايضا ناخذها عن طريق السواب، متعدد الاستعمالات. ف من الثروت مالتنا الحنجره مثلا او النزل اللي هي الانف او مثلا الايز اللي هي العيون، شاخذ اخذ عينه سواب. Use for respiration infection influenza virus. The swab stick is broken off aseptically into the fluid and the cup is tightly closed. طلاب شوفوا قدامكم هاي الصوره، انه هذا السواب عندي، هذا السواب اللي يكون رفيع شويه، شوفوا هنا هذا يكون مخصص لمن؟ للنازوفارينجيال سواب، منطقه النازوفارينجيال، واضح؟ اللي منطقه اتصال البلعوم بمن؟ في منطقة الصحيح شنو؟ النوز، واضح؟ هنا هاي المنطقة الوسطية ها وياها، شوفوها هنا هذه المنطقة، هاي تنصح لها السواب هذا اللي يكون رفيع نازوفارينجل سواب. ليش؟ لأن احنا ندخله عن طريق شنو؟ عن طريق الأنف، فلازم يكون رفيع شوية. شوفوا هاي البريك بوينت بقى هنا، هذه البريك بوينت، هذه ورا ما أدخل العينة بهالشكل هذا واخذ العينه مالتي واطلعها، شو اسوي؟ اجي افتح الغطاء مالتي هذا واخليها بداخل، طبعا هذا شنو؟ هذا عباره عن ميديوم، وسط ناقل، وسط زرعي ناقل خاص بالفيروسات، نصيح له VTM، واضح؟
فورا ما اخليه شو اسوي؟ اكسر العوده من هاي المنطقه، اكسرها، لان ما تطب هاي بالنسبه لها يعني ما تصير كل العوده طويله عليها، فشنو اكسرها من هاي المنطقه، واضح؟ واغطي التيوب مالتي مره ثانيه. زين، اذا اوروفارينجيال، اذا السواب مالتي اوروفارينجيال، لا شوفوا شلون السواب مالتنا، هذا العادي اللي استخدمناه بالمختبر، نستخدم الاوروفارينجيال سواب ايضا بمنطقتين للكسر، هاي المنطقه وهاي المنطقه، شوفوا هذا هو الاوروفارينجيال سواب. نفس الفكره، هم يعني اخذ عينه عن طريق الاورال، ادخلها من الفم، ايضا اوصلها للمنطقه اللي اريدها انا، اللي مثلا الحنجره مثلا وين اريد، اذا عندي مثلا اصابه سترب، سترب تصير البكتيريا تكون هيك لازقه باللوزتين مرات اذا تشوفوها، فايضا اقدر اخذ مسحه وشنو واخليها بالوسط. طبعا انا الاوروفار هنا احكي اني العينات سواء بكتيريه او فيروسيه اكثر شيء يستخدمون هاي الطريقه، واضح؟ حتى البكتيريا يستخدمونها نفس الطريقه طلاب، نفس الطريقه وليس فقط الفيروسات. فاجي هذه العينه نفس الشيء اخليها هنا، اكسر العوده واغطي الكب ماتي الوسط الزرعي وشنو اوديه للمختبر. هاي بالنسبه لنا للسواب. زين، نشوف شنو العينه الثانيه اللي نستخدمها بالجمع مال العينات الفيروسيه. عندنا النازوفارينجل اسبريت، نازوفارينجل اسبريت يعني عمليه سحب او شنو صح لها شفط، واضح؟ من هاي المنطقه especially in children and in mucosuct by using vacuum pump. شوفوا طلاب، هنا عندي بالبداية هو مفصل لك المنطقة، هنا عندنا لارنجيو فارينكس، هنا عندنا الأورو فارينكس، هنا عندنا النازو فارينكس، هاي المنطقة شوفوها اللي ندخل بيها إحنا السواب، أو مثلا ندخل بيها هسه هذه اللي هي vacuum pump، مثل الشافطة، نعم مثل الشافطة. شو تسوي؟ تسحب لي السوائل اللي موجودة هنا، أنا تسحب لي اياها بهذا، تخلي بهذا الكب. شوفوا، نعم هذه ايضا طريقه اخرى علما لجمع العينات. زين، طبعا شوفوا الطرق الاخرى بعد شنو عندي. العينه الثالثه عينه الستول سامبل، اللي هي عينه طلاب الخروج، الستول يعني الخروج. ايش قد احتاج؟ مثلا 4 الى 1 جرام اوف فيسز must be taken for rotavirus. إذن بعد مو بس الروتافيروس، عندي الكوزاكي فيروس، الأدينو فيروس، والريو فيروس. إيش قد أحتاج؟ أحتاج من 4 أو من 1 إلى 4 غرامات، هنا صار بالعكس، من 1 إلى 4 غرامات من عينة الأسطول أو الخروج، واضح؟ وأنا أخليها بهذا الكب. بالبداية خلينا نشوف شنو 20 النيوفيكال سسبنشن prepared by collect about 1 gram of feces زائد 4 ml of saline put in a special sclerocap bottle. Shake the bottle by vortex and then centrifuge at 3500 RPM يعني دورة to obtain clear samples. شوف طلاب، يعني هذا عندي هسه العينة مالتي، هذه العينة اللي اجتني مثلا من البيشنت اللي جمع لي اياها المريض، واضح؟ شو اسوي؟ اجي اخلي شقد؟ اخلي 1 غرام اخلي من عندها، اجي اخليه هنا، واضح؟ وش اسوي؟ اجيب النورمال سلاين مالتي انا محضرته، شو اسوي؟ ادير الى ان اوصل النورمال سلاين او سائل الى هاي المنطقه. شوفوا هذا الحس، الفل لاين، واضح؟ من وصل لهاي المنطقه خلاص بعد اوقف، شو اسوي؟ اكسر هاي السبون، هاي الخاشوقه اكسرها اللي خلص بها اني ستول، اكسرها، واضح؟ واغطي التيوب مالتي. شوفوها هنا شكلها، وهذا هو الحز والحد اللي اوصل عده واتوقف. انه شو اسوي؟ انه باخذ التيوب مالتي وين اوديها؟ احطها بالسنترفيوج. سنترفيوج، لا تذكروا شفتوه انتم بالمختبر السنترفيوج طلاب. شايفين عم سنترفيوج؟ طلاب شايفين سنترفيوج اللي هو جهاز الطرد المركزي؟ نعم، هذا يفصل حسب يعني باستخدام سرع مختلفة طلاب، باستخدام سرع مختلفة به، ودورات أيضا أني أحددها والوقت أني أحدده، واضح؟ إيش قد أريد؟ كم دورة؟ وهاي الدورات إيش قد الوقت أخلي؟ 5 دقائق، 10 دقائق، بكيفي أني أتحكم، واضح؟ أخلي هاي التيوب بي
وشنو نفر السنترفيوز مباشرة راح يصير عندي رائق، راح يصير عندي راشح وراسب، واضح؟ فأني حسب العينة مالتي شنو اللي أريدها، أريد الراسب أريد الراشح، حسب العينة مالتي أجي أفحص العينة بعدين، واضح؟ إذا ما أريد، إذا العينة يعني بعدني ما يعني ما أريد أشتغل بيها، شنو؟ فقط إنه أخليها بهالوضعية هاي بالنورمال سيلاين، أحافظ عليها وأضمها، واضح؟ إذا ما أردت أشتغلها فورا، يعني إذا مثلا كنت مشغول أو ما عندي وقت مثلا أو عندي في شغلة معينة، أخليها بهالوضعية هاي، السنترفيوز أخليه آخر شيء، من فرق تماما. زين، هاي فيما يخص الستول سامبل. طلاب لحد الآن العينات واضحة؟ أي عينة أعبرها وأنتم فاهميها قولوا لي حتى نعيد شرحها مرة ثانية. زين، نجي إلى عينة اليورين اللي هي اليورين سامبلز، الإدرار، اليورين سامبلز اللي هو الإدرار. يورين سامبلز are collected midstream method. midstream method، ركزوا لي على midstream method. after washing the genitalia leave the first and last drop of urine and collection done from midstream by sterile container. طلاب شوفوا بالنسبة للإدرار، الإدرار شوفوا شو سوي بالبداية من يجيني الpatient المريض، شو أقول له؟ أقول له أول شيء تنظف لي المنطقة التناسلية بشكل مضبوط، واضح؟ حتى أي كونتام ما تخلص منه. شغلة ثانية شنو؟ الإدرار يعني مو بداية الإدرار آخذه ولا نهايته، واضح؟ لأن بدايته شنو؟ بدايته ممكن أكو يعني كونتام، أكو تلوث ممكن يعرقل عليه الشغل، واضح؟ فشنو ما أريده، ونفس الشيء اللي بالنهاية ما أحصل بيه شيء. فالمنطقة المنطقة الوسطية، يعني الوقت شلون يعني أوصفها لكم، المنطقة الوسطية بالإدرار الميدستريم. الفكرة واضحة طلاب؟ الميدستريم لو مو واضحة لكم، أتوقع واضحة يعني. نعم، لا بداية الإدرار ولا نهايته، بالنص أقول له اجمع لي بهذا الوقت بالنص تجمعي الإدرار، حطي إياه بالكب، حتى شنو؟ حتى أضمن إنه العينة تكون قدر الممكن نقية وما بيها ما بيها تلوث. زين، sometime urine samples buffered by adding buffer solution. إذا بعض المرات شو يسوون؟ إنه يعادلون ال pH مال ال، يعني بعض الاختبارات يحتاجون إنه شو يسوون؟ يعادلون ال pH مال الإدرار، فيحطوا له شنو؟ يحطوا له بفرات، حطوا له بفرات حتى شنو يعادلون البي اتش مالته. حاط لك اكزامبل هيش حالات، يا حاله بالضبط نسويها بحاله السايتوم، اذا نريد يعني نفحص السايتوميجالو فيروس، هذا النوع من الفيروسات اللي يسبب اجهاض، اجهاض عند بعض النساء، واضح؟ المامز اللي هو النكاف، فيروس النكاف، والميزل اللي هو فيروس الحصبه، والبابو فيروس اللي هو يسبب لي هواي امراض متعدده يعني، لان هي هاي فاميلي كامله، واضح؟ نعم، فهي هاي الحالات اللي نستخدم لها او نجمع لها اليورين. زين، نجي الى العينه الاخرى اللي هي شنو؟ البلود سامبلز. البلود سامبلز هي طبعا البلود سامبلز اكثر عينه مستخدمه بالتشخيص، لان لها هواي تقنيات التشخيص. withdrawn aseptically by vein puncture into a vocational contain أو container، هناك أو vocational اسم ثاني، هذا اللي يصير هسه أشرح لكم عليه. vocational contain heparin. blood must be always considered as a contagious material. used for HIV, arbovirus, rotavirus from leukocyte. ولا بالنسبة للblood sample، كلكم تعرفون عملية سحب الدم، كم واحد هنا هسه موجود يعرف يسحب دم؟ هنشوف بالله منو يعرف يسحب دم. زهراء تعرف، اللي يعرف معناته راح يعرف الآلية كلها مال سحب الدم، ما يحتاج يعني أشرحها هواي. علا كذلك، نعم، نفسيتها، نفسيتها طلاب، نفس الآلية اللي استخدمتوها بالكورس. سحب الدم معروف يعني شلون تسحب دم، بالبداية تسوي تنظف المنطقة،
منطقة الوريد، شد التونيكة، شد التونيكة على منطقة مثل ما تشوفون هنا. أول فقرة هي شد التونيكة، أجي أتحسس الوريد مالتي، واضح؟ حتى شنو؟ حتى ينط أكثر الوريد، عندي ينط أكثر. أضرب المنطقة مرات، نضرب المنطقة حتى شنو؟ حتى يبرز الوريد أكثر. زين، وراها أعقم المنطقة بالكحول أو بالتعقيم، وأجيب النيدل مالتي وأسحب مثل ما تشوفون هي بهالطريقة هذه. زين، ورا ما أكمل سحب مباشرة أفتح التونيكة، ما أخليها مسدودة، وهذا الخطأ دائما يصير. لازم شنو طلاب، ورا ما أكمل مباشرة سحب الدم أفتح التونيكة مباشرة، حتى شنو، حتى ترتاح الإيد. يعني هي هاي الفترة كلها عليها ضغط، اللي هي فترة سحب الدم، فحتى شنو الدم ياخذ وضعه الطبيعي، وحتى ما يصير ما يطلع دم هواي من المنطقه اللي انا سحبت بيها. واضح؟ مره احطها ب اي دي تي اي تيوب اللي هي هذه، او مرات تيوبات تكون حاويه على ماده الهيبارين. يعني هي اي تيوب تكون حاويه على ماده مانعه، يعني مانعه التخثر مال الدم. واضح؟ نعم، الاي دي تي اي سواء او يكون شنو او الهيبارين. زين، مثل ما قلت لكم عينة الدم تكون ضراوتها أو خطورتها كلش عالية، لازم انتبهوا وما نتعامل وياها، لأنه قد HIV اللي هو الأيدز، أو قد يكون فيها نستخدم بالنسبة للوتسام بلحط لك الفيروس نستخدمها دم. الميكروسكوب اكثر شيء مستخدم هو بلازما الدم، حتى بالاي دي تي اي، حتى شنو حتى افصل البلازما عن، هاي تعرفوها المعلومه. نعم، اتوقع تعرفون مال البلازما والسيرم، شلون افصل السيرم من البلازما. شنو صلاحية العينات وطرق الحفظ؟ علا ما فهمت قصدك، ما فهمت قصدك شنو يعني؟ اي نعم طلاب، انا هم دا اشوف اكو الانترنت دا يروح ويجي، ما اعرف. علا وضحي لي سؤالك، ما فهمت. نعم، بالنسبة لحفظ العينات شنو بالضبط؟ شوفوا عيني علا، بالنسبة للعينات من آخذها، إتسي إذا تاخذين العينة مثلا، أخذت العينة وفصلت البلازما عن شنو؟ عن ال يعني السيرم، واضح؟ مثلا تاخذين البلازما تحطيها بتيوب صغيرونة كلش، وحدها يعني، صحيح لها مرات البيندروف تيوب، أتوقع أنتوا شفتوها البيندروف تيوب، موجودة عندنا بالمختبر. زين؟ ماشي. نعم زينب، هسه تدللين، بس خلي اكمل. نحطها بالبيندرف تيوب، ماكو، ونحطها وين؟ بالديب فريز. شوفوا علا، طريقة حفظ العينات كلها بشكل عام ديب فريز، يعني ايش قد تقريبا؟ سالب 90 سالب. اكو ثلاجات خاصة بالمختبرات البحثية موجودة بدرجة سالب 90، هاي تقدرين تحفظين فيها كل انواع العينات مالتش، سواء ادرار، سواء ستول، سواء دم، تقدرين تحفظين كل العينات ما تسعد هاي الدرجة. واضح؟ فاحنا هسه بالبحوث شلون نشتغل؟ بدنا نجمع العينات، نجمدهن، واضح، نجمدهن فترة طويلة كلش، يعني فترة شهر إلى في أكثر شي شهر، يعني بين ما نخلص جمع عينات، وراها شنو؟ وراها نفرغ لعملية الاختبارات، فنجيب كتاتنا ونشتغل بيهن، نطلعهن من الفريز ونشتغل بيهن. بس أهم فقرة شنو؟ إنه وخاصة بالبلازما، أهم فقرة إنه ما يصير، إنه ما يصير يعني هي جامدة أطلعها تموع وأرجع شنو أضمها مرة ثانية. يعني هاي عملية الانجماد، تنجمد وترجع تموع العينة وترجع تنجمد، شنو واي راح تفقد من خصائصها، واي راح تفقد من خصائصها. فشنو أنا قدر الممكن بالنسبة للدي إن إيه، إذا شغلك كان على مستوى دي إن إيه لا ما عنديش مشكلة، لكن إذا شغلك على مستوى مقاييس وماركرات مناعية، يعني تقيسين مثلا انتي بودي، تقيسين مثلا
سايتوكين معين، لا راح شنو، راح يخرب على الجسم. واضح؟ عملية انه تنجمد العينة وتموت مرة أخرى مثلنا نطلعها العينة، كنا نشتغل عليها كل الاختبارات. أما مستوى الدي ان اي لا، ماكو مشكلة، ماكو. واضح؟ واضح؟ واضح الجواب؟ زين، لمن يستخدم تستخدم اتش اي حالات الايدز للاربو فيروس للروتا فيروس، ها كلها انواع فيروسات ان شاء الله راح ناخذها بالفيروسات بالتفصيل، عرفوا شنو هي. واضح؟ انواع الفيروسات حتى الكورونا احنا جاي ناخذ بها دم، حتى الكورونا جاي ناخذ لها دم. بعد هو فيروسات، احنا اكثر شيء اعتمادنا بالفيروسات السامبلز هي البلود، يعني كم فيروس انه مثلا الفيروسات اللي تكون معويه هذه لا نحتاج لها، نحتاج لها يعني ستول، عينه ستول مرات نحتاج لها. واضح؟ واكو حسب الفيروس اللي يصيب المنطقه، مثلا الفيروسات التنفسيه احتاج لها شنو؟ احتاج لها النازوفارينجيال، او مثلا هو مثل ما قلت لكم الاوروفارينجيال، او مثلا عينات السبيوتم هم مرات احتاجها. فحسب المكان اللي الفيروس يسبب له مرض، حسب الاعراض مال المريض، شنو عنده هو من مرض، من شنو دا يعاني، من شنو بالضبط يعني. حسب اعراض المريض انا اخذ العينه، وهو يعني الدكتور راح يدز مباشره للمختبر، هو بعد محددنا يعني قدام يا دم يا ستول يا يورين، تجيك ان شاء الله جاهزه يعني بالنسبه للمختبر طبعا. نعم زهرة، أحسنتي. البلازما دايركتلي سنترفيوز، إنه البلازما من أخليها بالتيوبة تمام، راهي تري اولريدي راح تنفصل لوحدها، لا تنفصل لوحدها يعني بدين، بس في رائق ومرتب بعد سؤال عليكم السلام. بلي عيني بلي، وين حضرتكم؟ زين، حي جمعية، حي جمعية، شلون؟ تمام تمام عيني تمام، شارع القطعة. طلاب اسمعوني، نعم اعتذر، هذا الانترنت يمي دا يفصل، مو بس يمكم، يمي هم دا يفصل. اكو سؤال بعد على البلوت سامبل، طلاب اكو سؤال على السامبلات اللي اخذناهن حتى ننتقل الى السامبل الاخر اللي هو يعني الانترنت كله ضعيف. طلاب اكو سلايد طالع يمكم لو لا؟
تمام. بس جاتكم تيجي سوا وتروح فجأة، يعني هذا الإنترنت راح يدمرني. طلاب، بالنسبة إلى السكين سكرابينج، السكين سكرابينج اللي هي شنو؟ اللي هي أو سكراب يعني القشرة مال الجلد، هي شيء of visible or other can be done by swabbing. For example, when sample taken from skin, always scrub the epithelium because the viruses are intracellular parasites. طلاب، بالنسبة لي هذه الحالة اللي تشوفوها قدامكم، هذه نصيح لها اللي هذا يسببها فيروس الهربس فيروس. هذه الحالة شو مين يسببها؟ هربس فيروس. شو يسموها الحالة؟ ما أكو أحد مر بها الحالة؟ هذا الفيروس أفحص صار بيه أو شايف أحد مثلا نسميها هاي الحالة بالعربي، يعني هيك عندنا بلهجتنا لطمة حمى. أحسنتوا، نعم لطمة حمى. طلاب، لطمة حمى هي إصابة فيروسية يسببها فيروس الهربس، هربس فيروس أو نصيح الجدري، اسمه سابقا الجدري. فهذا اللي يسببنا، اللي هو ليجن وبثور بمنطقة الشفة مثل ما تشوفون. اي نعم، عند الاطفال يصير اكثر شيء، صحيح، وعند اصحاب البشره البيضاء هم يعني اكثر شيء يعني اشوفه اني. فالهربس فيروس بالنسبه للعينه، هذا شلون اني اخذ، شلون اخذ عينه من هاي الحاله؟ شو اسوي؟ ايضا سواب. طلاب، هنا انا استخدم ايضا سواب. طبعا اللي ياخذ عينه مو اي شخص عادي، لكن لازم شخص مختص، واضح؟ لازم شخص مختص. بالنسبة لهذه الحالة شو يقول لك؟ يقول لك إنه لا تأخذ من منطقة مو نفس اللي بالأنف. عبد الغني، أنا صراحة ما شايفتها، ما أتوقع نفسيتها. فشنو هاي العفو، هاي الحالة شنو؟ إنه السواب مين أخذه؟ أخذه مين؟ من ديب لاب، ديب ليجن، يعني مو هيك اجي امشي السواب هنا العفو واحطه بالوسط مالتي، واضح؟ ما راح احصل شيء. تقولون ليش؟ لانه الفيروس انترا سيلر باراسايت. شنو يعني انترا سيلر باراسايت؟ يعني موجود بداخل الخليه، موجود بداخل الخلايا، مو بالطبقه الخارجيه الفيروس. فانا احتاج شنو؟ احتاج ادخل السواب مالتي الى داخل هذا الليجن. يعني اكو مختصين دكاترة يفتحون الليجن، يفتحوها هيك هذه البثور، يفتحوها وشنو ياخذون من داخلها، من السوائل اللي موجودة بداخل هذا البثور، اخذ سواب من عندها وشنو اخليه ايضا بالجلسترول ميديا او بالترانسبورت ميديا ماتي، واضح؟ واخذها المن للمختبر. وصلت فكرة؟ نعم. شلون اجمع العينة من هذه الحالة؟ اذا شنو اللي شنو قلنا؟ انه ناخذ من يعني ديب بالليجن، ديب من داخل الليجن، مو من الطبقة الخارجية، مو هاي هيك امشي عليها السواب وقبل، ما راح احصل شيء. زين، ننتقل الى العينة الاخرى اللي هي بايوبسي اند اوتوبسي، may be taken by needles or knife and must not place in must not place in formalin or any fixative. طلاب، البايوبسي او شنو؟ او الاوتوبسي اللي هي خزعة مثل ما تعرفون، الخزعة هي تكون يا إما يعني خزعة نسيجية أكثر شيء، نستخدم بها مثل ما تشوفون مثل السكينة يعني، أو شنو نستخدم نيدل، مرات يستخدمون نيدل. شو يسوون بها؟ هذه ياخذون يعني يقصون شوية من منطقة الجلد المصابة، واضح؟ وشنو؟ ويقول لك must not place in formalin or any، إذا ما أخليها بأي مثبتات مباشرة أشتغل عليها حتى شنو؟ حتى ما تفقد خصائصها، او حتى يعني بتكون فريش، حتى اي فيروس موجود اني اقدر شنو اكشف عنه مباشره. هذا بالنسبه للاوتوبسي اند بايوبسي. ننتقل علما الى عينه الاخيره اللي هي السي اس اف، عينه السي اس اف اللي هو سيريبرو سباينال فلويد، عينه النخاع الشوكي. In case of meningitis or arbovirus, enterovirus, والمامس. طلاب، هذه نسويها بحالة يعني الفيروسات اللي تسبب لي شنو؟ أمراض بالدماغ أو يعني أو مثلا
السباينال سباينال كورد واضح. فشو ناخذ يا عينه؟ سي اس اف واضح. شوفوا العينه من ياخذوها، شوفوا العينه من ياخذوها من هاي المنطقه، كبر لك اياها. هو طبعا هذه العينه كلش لازم فيزيكان، يعني شخص مختص جدا، اكو مختصين فيزيائيين هم اختصاص بسحب هذه العينات، لازم شخص مختص وبروفيشنال محترف، مو اي واحد يجي يسحب هذه العينه. هاي العينه كلش خطره، لانه اي خطا بيها ممكن شو يسوي لي بالجسم، ممكن شو يسوي للجسم، شو يصير بيه، ممكن يصير له شنو، شلل احسن سجاده، ممكن يصير له بارالايسز شلل، ودور يعني كان بمرض، انه بيصير بمرضين وحاله مستعصيه. فشنو مثل ما تشوفون العينه ياخذوها منين؟ من المنطقه اللي ما بين الفقرتين. طلاب شوفوا هذه فقره وهذه فقره، يدخلوها بهذه المنطقه هنا من هنا، ويسحب يسحب هذه العينه وينقلها مباشره المن الى المختبر. واضح. هاي بالنسبه الى عينه السي اس اف وطريقه جمعها. عيناتي كملت خلايا جذعية. صراحة ما عندي معلومة عن الخلايا شلون يسحبوها، يعني ما أعرف والله، إذا نفس هاي الطريقة ما أدري، ما عندي معلومة عنها، هذا علم حديث شوية بعد معلومة يعني. نيجي إلى preparations، specimen preparations. الطريقة شنو؟ طريقة تحضير العينات. بعد ما أخذت العينات آني وكملتها، أوديها المن للمختبر، تمام؟ transport of swabs for virology diagnosis، التشخيص الفيروسات، نقلها المن للمختبر. هنا شوي حاشي لك عن الميديوم اللي أنا دا أجمع به العينات، stock of glycerol medium. اللي هي الميديوم اللي انا اجمع به العينات مالتي. الجلسرول ميديوم is an isotonic buffer solution contain minerals yeast extract هذا الميديا ايش بيه؟ شو يكون حاوي ايزوتونيك؟ يعني يكون تكون شلون الملوحه مال الوسط ايزوتونيك، لا هايبر ولا هايبو، تكون شنو؟ متعادله. هاي وحدة. اثنين شو يكون حاوي؟ يكون حاوي على المينرالز اللي هي المعادن، على مستخلص الخميرة اليست اكستراكت، على اليمن على الانتي بايوتيك المضادات الحيوية، على الالبومين اللي هو عبارة عن البروتينات، واضح؟ وعلى الجيلاتين اللي هي المادة اللي تسوي لي هذا الجل، صلب لي اياه حتى شنو؟ اخلي بيه السواب مالتي. This medium portion of إذا شو يسوي للنعم؟ محتوى يسوي دام أكو أنتباتك، يعني شنو عندي فقط فيروس، معناته أني اثنين شنو؟ diluting samples. إذا يخففني هذا اللي شنو اللي قد تجو عينة، يعني قد يكون أنا سحبت العينة قد يكون صار استجابة مناعية بالجسم، واضح؟ قد يكون صار استجابة مناعية بالجسم، قد بتطلع عندي نتيجة شوية يعني تصير عندي خربطة نتيجة، واضح؟ ما تطلع مضبوطة يعني نظيفة. فأسألها هذا الخط لأنه بي أنتيبودي، وإذا أكو أنتيبودي موجود شو يسوي؟ يخفف لي إياه، يسوي ديليتينج، وبالتالي شنو يصبح يعني غير أصلاً. هسه إحنا راح نشوف شلون يتم
الإنترنت راح يفزغني اليوم. زين ساعتين، ساعة ساعة، شلون نخلص اسويها؟ يعني حتى ما تطلع الصورة مال الباوربوينت تطلع يمي، الصورة راحت مال الباوربوينت حتى يمي ضعيف. احنا الصبح يعني المفروض الانترنت هسه قوي هيك وقت يعني. لا تسمعوني؟ نعم، اكو صورة يمكم طالعة، اكو صورة يمكم طالعة لو لا طالعة يعني، بس يمي ما طالعة. شو خلي احركها، ما طلعت. شوف هذي، اي تمام. طلاب نجي الى الله يخلص المحاضرة اليوم على خير ويا هذا الانترنت التعبان. ثلاثة عندنا شنو؟ making a slide preparation، making a slide preparation. مثل ما قلت لكم احنا شنو؟ حطينا العينة مالتنا بالسواب، نجي شو نسوي لها؟ نجي نسوي لها سلايد، حضر لها سلايد. السلايد مو مثل السلايد البكتيري، يختلف تماما، واضح؟ slide preparation made in case of direct diagnosis by staining the slide using of immunofluorescent stain. نستخدم له، نعم، نستخدم له صبغة مشعة، نستخدم له immunofluorescence microscope هو الميكروسكوب اللي يكون معتمد عليه من على الإشعاعات. After rolling the swab over the slide، بعد rolling يعني أمشي السواب بشكل عليه من على السلايد، واضح؟ أسوي له، أسوي له تصبيغ، وراها في تسوي لي جوا الميونوكلوسنس مايكروسكوب to show the reaction that occurred between viral antigens and antibody اللي هي antigen antibody complex. شوفوا طلاب، السواب ماتي مو جبت انا المختبر، اجيب السلايد ماتي امشي السواب عليه رولينج هيك بشكل دائري، امشيه عليه من على السلايد ماتي، وشو اسوي؟ اصبغه. هذا الصبغه شو بيها الصبغه؟ الصبغه تكون conjugate with antibody. شنو conjugate؟ يعني الصبغه تكون تكون يعني يجي وياها شنو؟ انتي بودي، واضح؟ يعني بيها انتي بودي. هذا الانتي بودي شنو؟ سبيسيفيك مثلا لفيروس معين، سبيسيفيك مثلا لفيروس معين انا شاكه بيه حسب الحاله اللي جايتني، واضح؟ الفيروسات المعروفه يعني. وش اسوي؟ او مثلا مرات يعني انتي بودي يعني عشوائي، مرات يا اما سبيسيفيك يا اما انتي بودي عشوائي، واضح؟ شو تكون هذا الستيننج بيها؟ انتي بودي. فمجرد ما وانا اجيت خليت يعني هي العينه مالتي موجوده بالسواب وخلت عليها هذه الصبغه، ايش راح يصير؟ العينه بيها انتيجين، والستين بيها الصبغه ايش بيها؟ بيها انتي بودي. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير انتيجين انتي بودي كومبلكس، راح يلتقي الانتيجين بالانتي بودي، وش يسوي لي؟ يسوي لي معقد مناعي، واضح؟ هذا المعقد شوف شلون يبين بالمشهر بهذا اللون. وين ما اكو انتيجين بالعينه، وين ما اكو انتيجين بالعينه شنو راح يبين بهالشكل هذا. طلاب فهمتوا الفكره شنو صارت؟ نعم، الفكره هي عباره عن انتيجين انتي بودي كومبلكس تكونين معقد مناعي. وين ما اكو انتيجين
راح ترتبط بيه الصبغة. ليش؟ لأن الصبغة حاوية على انتيبودي، يعني أنا الدلالة مالتي شنو هو؟ انتيبودي. إي نعم إي نعم، كل صبغة بيها انتيبودي معين، مرات لا راندوملي يعني حسب كلش هواي أكو يعني كتات أو الستينات يعني الصبغات بشكل عام، أكو سبيسيفيك أكو لا يعني راندوم حسب يعني حسب الكيس اللي يجي. بس أنا هسه بدي أحشركم كتقنية، كتقنية لتشخيص الفيروس، واضح؟ نعم، هذه تقنية مناعية طلاب، صحيح لها تقنية مناعية. أي تقنية تعتمد على الأنتيجين أنتيبودي كومبلكس تعتبر سيريولوجيكال، يعني تقنية مناعية. زين، بس شنو؟ عن طريق الأميون فلورسنس مايكروسكوب، عن طريق الأميون فلورسنس مايكروسكوب. هذا هو شكله، شوفوا شلون قاعدة هذه المختبرية تشتغل بيه هيجي، يعني هو حتى شكله يختلف في الميكروسكوب. زين، ننتقل إلى السلايد الآخر. التيشو كلتشر انكيوليشن، تيشو كلتشر انكيوليشن طلاب، التيشو كلتشر very dangerous، كلش خطر. materials from patients are inoculated into the tissue culture to assay the pathogenic effect that caused by the virus infection. safety cabin shouldn't be used to avoid the contamination of the tissue cultures and prevent lab acquired infection. طلع بالنسبة للتيشو كلتشر شنو هو؟ انه اني عندي نسيج، يعني شلون احنا عندنا وسط زرعي بالنسبة للبكتيريا، شلون انا عندي وسط زرعي وذكرنا انواع ماكونكي ونيوترينز بلود، عندي هواي اوساط زرعية للبكتيريا، نفس الشيء بالنسبة للفيروس، لكن شنو التشيو يعتمد عليه من؟ شنو التشيو؟ يعتمد على الانسجة، واضح؟ مثل ما قلت لكم انا الفيروس بدون النسيج لا شيء، عبارة عن بارتكل يعني ما تسبب اي ضراوة، واضح؟ فهي فقط عندما تلقى خلية حية شنو راح مباشرة يحول كل الـ يعني كل الـ الخلية، كل دفاعات الخلية وكل حاجات الخلية اللي هي يعني خلية الإنسان لصالحه، واضح؟ يصير مثل مصنع له، يقوم يتضاعف يتضاعف ويسوي نسخ، يعني نسخ له، يتضاعف ويسوي نسخ له، واضح؟ فيعتمد عليه. فأنا شلون يعني أعرف إنه هذا الفيروس موجود أو لا؟ أجيب التشو ماتي، تشو مثلا أخذ نسيج من الكدني، يعني نسيج الكلية، أو مثلا من الليفر نسيج الكبد، فحسب أكو أنسجة، يعني حسب النسيج اللي أكو هواي يعني أنواع من أنسجة التشو كلتشر المستخدمة بالتشخيص الفيروسي، فأجي أخليها وأزرع عينة ماتي بيها وشنو، وأشوف تأثير الفيروس عن اللي سوى بيه. أكو إن شاء الله راح ناخذهم بالتشو كلتشر بالتفصيل، عندنا محاضرة عليها، فراح نشوف انه هذا الفيروس ايش راح يسوي بالتشو بعد فترة، راح يصير بيها سايتوباثيك افكت، هذا المصطلح اللي هو سايتوباثيك افكت، راح يصير تغيرات مورفولوجية، نشوف شكل النسيج يتغير، واضح؟ مثلا اذا كان مغزلي يصير معيني، اذا كان معيني يصير، يعني يصير تغيرات ميما من شكل النسيج، نشوف الفيروس راح يلعب في بالنسيج، واضح؟ فهذا شنو طريقة ايضا شو نسميها؟ ايضا مستخدمة بتشخيص الفيروسات، واضح؟ نعرف ان الفيروس موجود وانه كمية الضراوة مالته. زين، بحث شنو يقول لك هنا، safety cabin should be used to avoid contamination of the tissue culture and prevent lab acquired infection. ده تشوفون نعم اللبس مال المختص اللي يشتغل بيها، مثل لبس هذول ماكو هذول جماعة الفضاء اللي يشتغلون بالفضاء الخارجي، هيك لبس بالضبط. زين، لانه كلش ضراوة عالية، وهذا السيفتي كابنت اللي دائما نذكره احنا، هذا السيفتي كابنت لازم يكون شنو عندك يعني زجاج اكو موجود، وتشتغل تمد ايدك من جوا الزجاج، شوفوا نعم هذا زجاج وتمد ايدك من جوا الزجاج وتشتغل، واضح؟ لان كلش ضراوة مالته عالية، اصلا مختبرات الفيروسات بالخارج يعني ليفلات، اكو ليفل 1 3 4، هسه بالخارج كله ليفل 4، يعني المختبر يعني مجهز بشكل مو طبيعي، بي سيفتي كلش عالية.
ممثل هنا مختبراتنا، هنا ما عندنا أي مختبر مؤهل للفيروسات، كل مختبراتنا غير مؤهلة للفيروسات. زين طلاب، هاي بالنسبة إلى الطرق اللي أشخص بها الفيروس، يا إما تيشو كلتشر، يا إما إلكترون مايكروسكوب، أيضا أستخدم إيميونوفلوريسيس مايكروسكوب، وبعد هواي تقنيات مثلا تقنية الإلايزا سيرولوجيكال، تقنية مناعية راح ناخذها إن شاء الله أيضا، ما يعني مو هنا ونوقف، عندنا بعد هواي تقنيات راح ناخذهم بالتفصيل. زين نسأل نشوف خصائص الفيروس، reaction to physical and chemical agents، نشوف مدى تفاعله للعوامل الكيميائية والفيزيائية. heat and cold، viral infectivity is generally destroyed by heating at 60 إلى 50 cbz for 30 minutes. viruses can be preserved in 90 cbz or 100 liquid. إذا طلاب هسا من خلال هذه الفقرة، عد يا درجة يتحطم الفيروس، حرارة عد يا درجة، عد يا درجة يموت الفيروس بيها، من 50 إلى زقيت هنا ال power point صار مقلوبي ما منتبه عليهن، من 50 إلى 60 تقريبا، واضح؟ زقيت ل 30 minutes، نص ساعة، نص ساعة، أي نعم، لمدة نصف ساعة، هاي كفيلة إنه شنو؟ إنه فيروس، واضح؟ حرارة من 50 إلى 60 تقضي له على الفيروس، لذلك الإصابات الوسطية تكون بس أقل من بالشتاء، واضح؟ الصيف أقل منها بالشتاء، بالشتاء الإصابات الفيروسية تكثر كل شوي. إذا أريد أحفظ الفيروسات، إيش قد 90 سي دي زي أو 196 آت ليكويد نيتروجين، حتى شنو؟ حتى أحفظ يعني حتى أضمن إن تكون تبقى حية، واضح؟ زين. ال pH شنو؟ viruses can be preserved at physiological pH 7 أو 3، إذا هو شنو؟ الفيروس يبقى أو يبقى حي عند pH 7 أو 3، يعني يقدر يعيش بهذا ال pH 7 أو 3 يكون pH متعادل، واضح؟ ال ether susceptibility حساسيته للإيثرات، ether susceptibility can be used to distinguish viruses that pose envelopes down. إذا شنو هو الإيثر؟ أقدر أميز بيه الفيروس اللي عندها envelope، اللي عندها غلاف خارجي، من شنو؟ من الفيروسات اللي ما عندها. لأن الإيثر راح شوفوا فيروس محاط بانفلوب، شو راح يسوي له؟ راح يسوي إذابة للانفلوب، يذوب لي شنو؟ يدمر لي البروتينات مال الانفلوب، واضح؟ نعم؟ زين. اي نعم، الليكويد نيتروجين هو لازم سالب، ما مكتوب هنا سالب؟ العفو، ما مكتوب سالب، اي نعم سالب طلاب، سالب 196 اكيد طبعا، صحيح، هو اكيد مو 196 سيريز طبعا، اكيد يعني سالب طلاب، سالب، بس انا ما كاتبته هنا، ما منتبه عليه. نايفحم شنو 196 يصير بي؟ يعني قلت لكم انا من 50 الى 60 هو الدرجة اللي يموت بيها، فاكيد عند الحفظ لازم يكون سالب. نعم زين، هاي يمكن تضيفوها، خاف اني ما ضايفتها بالمحاضرة او ما منتبه عليها، تضيفوها سالب 196. زين ننتقل الى الديترجنت، ننتقل الى عاصديكم طلاب، نبهوني على هواي شغلات مرات انا من قد ما لود علي ما اركز. يعني الديترجنت طلاب اللي هي شنو الديترجنت؟ شنو الديترجنت؟ من عنده معلومة عن الديترجنت؟ شنو هي الديترجنت؟ عندكم معلومة عنها كمصطلح؟ طلاب الديترجنت هي نفسية المنظفات، يعني بشكل عام المنظفات، واضح؟ تايد، صابون، هاي المنظفات العادية. نون ايونيك ديترجنت سولوبلايز ليبيد كونستنت او فيرال ممبرينز، يعني اذا نستخدم هذا الصابون العادي شنو هو؟ شنو؟ انه يتخلص من الانفلوب مال الفيروس، واضح؟ إذا كان عنده انفلوب. The viral proteins in the envelope are released، واضح؟ يعني شنو؟ يعني البروتينات مال الغلاف مالته شو يصير بيها؟ راح ريليز، يعني شنو؟ يعني الانفلوب كله يروح،
And ionic detergent also solubilize a viral envelope in addition they disrupt it into separated polypeptide. يعني بين قوسين ال detergent المنظفات تفلش لك الفيروس تفليش كامل. لذلك احنا هسه مثلا دائما توصياتهم بكورونا غسل ايدك بمي وصابون، غسل ايدك بمي وصابون، نظف ايدك، ما اعرف ايش. يعني هاي التوصيات دائما موجوده تشوفوها. ليش؟ لانه ايش قد هو يعني ضاري، لكن هو بمجرد ما انه تغسل ايدك بصابون او مثلا اي منطقه مثلا معرضه وتحس بها صارت معرضه للفيروس، مجرد ما انه تغسلها بالصابون راح شنو؟ راح تقضي على الفيروس وتتخلص منه، لانه ضعيف قدام شنو؟ قدام الديترجنت. زين، salt اللي هي الأملاح. many virus can be stabilized by salt in concentration 1 MgCl2 MgCSO4 and A2SO4. يعني هذه تقر عدد الأملاح، هذه الأملاح الكيميائية طبعا هي MgCl2 MgSO4 A2SO4. هاي معلومة عامة. بعد شنو عندنا؟ radiation الإشعاعات، ultraviolet X-ray and high energy particles in active viruses. إذا طلاب هذه الأنواع من الإشعاعات شو تسوي؟ تضبط لي الفيروسات، واضح؟ إذا هي أيضا الإشعاعات أيضا فعالة حتى نتخلص بها منين؟ من الفيروسات. زين، الفورمالديهايد destroy viral infectivity by reacting with the nucleic acid. إذا شو يسوي الفورمالديهايد؟ أيضا يقضي لي عليه من؟ ممكن إنه يقضي لي على الفيروس عن طريق شنو؟ إنه يتفاعل ويا المادة النووية مال الفيروس وشنو؟ ويحطمها. واضح؟ وإذا تحطم الـ DNA أو الـ RNA مال الفيروس بعد ما عنده حياة، هو كله عبارة عن حامض نووي وبروتين الفيروس، يعني ما بأي يعني تركيبه جدا سهل مو معقد، مع ذلك الضرامة مالته هايلي كلش عالية. زين، الـ antibiotic antibacterial antibiotics have no effect on viruses. وهاي المعلومة كل احنا نعرفها ودنعاني منها، انه شخص مثلا يعني عنده مثلا عفوا اصابه مثلا فيروسيه، اجى راح اخذ شنو؟ اخذ شنو؟ اخذ انتيبايتك، في حين الانتيبايتك ما يشتغل على الفيروسات. واضح؟ هاف نو افكت اون فيروسز، ما له اي تاثير على من؟ على الفيروسات. واضح؟ الانتيبايتك ما له اي تاثير على الفيروس. لذلك اذا انا عندي اصابه فيروسيه رشح او انفلونزا عاديه او يعني شغلات بسيطة ما يصير استخدم انتيبايتك. واضح؟ لان انا ما عندي بكتيريا هنا، عندي فيروس. هاي الصفات العامة بالنسبة للفيروس. طلاب اكو سؤال عليها؟ الصفات العامة للفيروس. تمام. هو تتراساكلين لو أزيثروميسين زهراء. ينطو أزيثروميسين. شوف هاي يطوها ليش؟ ليش؟ السكوندري انفكشن، يخافون من السكوندري انفكشن الإصابة الثانوية. مثل ما تعرفون بس يصير أكو خلل مناعي عد ما يدخل فيروس الجسم، بعد ما يدخل فيروس الجسم شو يصير؟ تلتهي الخلايا المناعية بهذا الفيروس. واضح؟ تلتهي، يعني هي فعلا تلتهي، يعني جهاز المناعي يصير كله شنو؟ مشدود، يريد يقضي على الفيروس. فشنو؟ فهم يخافون من السكندري انفكشن، البكتيريا الموجودة ماكو اللي هي النورمال فلورا مباشرة، بس يصير اكو شوية تلتهي المناعة عنها، او مثلا يصير ضعف مناعي ولو قليل بالجسم مباشرة، شو راح يسوي؟ راح تستفحل، راح تطلع عوامل الضرامة مالتها وتسبب لنا إصابة. فهمتي؟ هم يخافون من البكتيريا اللي ممكن تنشط بحالة ضعف المناعة. ولا واضحة الفكرة ليش يطون أنتيبايتيك علاجات الكورونا؟ طبعا هي بس الكورونا، يعني مو باقي الفيروسات ما يطون نعم أنتيبايتيك، بس هذا لأنه شنو؟ لأنه بعده فيروس ما معروف، ولحد هاي اللحظة ما معروف شنو آليته، لأن يختلف من شخص لشخص الأعراض وحتى يعني بكل شيء ما واضح يعني. وهم شنو يطون؟ تحسبا للسكندر انفكشن اللي ممكن يموت بالسكندر انفكشن وما يموت بكورونا، يجوز بالضبط وقائي. زين، ميثود
are used for determining the size of viruses and their component. طلاب هسه نجي إلى الطرق المستخدمة لتحديد حجم الفيروس ومكوناته. يعني أنا شلون أعرف حجم هذا الفيروس، حجماته شلون أقدر أحدد؟ يعني أول شيء direct observation in electron microscope. أستخدم شنو عيني الإلكترون ميكروسكوب حتى أحدد حجم الفيروس. The electron microscope uses electrons rather than light waves and electron magnetic lenses عفوا lenses rather than glass lenses. يعني يسوي لك مقارنة بين الإلكترون ميكروسكوب وبين شنو؟ وبين الميكروسكوب العادي اللي إحنا نستخدمه وين؟ بالمختبر. يقول لك الإلكترون ميكروسكوب شو يستخدم؟ يستخدم حزمة إلكترونية والعدسات ما تكون إلكترونية، تختلف عن العدسات الزجاجية العادية الموجودة بالمشهر العادي. واضح؟ إلكترون بيم obtain has much shorter wavelength than that of light. إذن الحزمة الإلكترونية عندها طول موجي شو يكون؟ يكون أقصر منين؟ أقصر من الحزمة الضوئية. واضح؟ So that the objects much smaller than the wavelength of the visible or ultraviolet light can be visualized. لذلك شنو يستطيع انه يكشفني عن الاحجام او الصغيره جدا او مثلا الكائنات الصغيره جدا. طلاب اذا الالكترون مايكروسكوب بشكل عام يكون ادق من المشهر العادي. مثل ما قلت لكم الفيروس مستحيل اقدر اشوفه اذا مو الالكترون مايكروسكوب، لانه يحتوي على حزمه الكترونيه، العدسات مالته تختلف، زين الطول الموجي مالته يكون قصير، لذلك يكبر لي الكائنات الى شنو؟ الى اكبر حجم ممكن. مثل ما تشوفون هسه هنا انا عندي هذا نسيج، شوفوا اول شيء هذا الالكترون ميكروسكوب، هذا هو شكله، طبعا موجود بكلية العلوم جامعة الكوفة، موجود الالكترون ميكروسكوب هذا شكله. هذا همينة شكل النسيج. طلاب شوفوا هاي شكل المسحة من بعيد، يعني شوفوا هذا هو الفيروس، هذا الفيروس، هذه الفيروسات شوفوها نعم بالنسيج هيك يطلع شكلها بالمنشار الإلكتروني إذا أنا دا أبحث نسيج معين مثلا أو عينة معينة. زين ها طبعا شكل مكبر للفيروس. طلاب طبعا هذا فيروس كورونا، هذا فيروس كورونا. طلاب هذا الشكل الأخير لفيروس كورونا اللي الإلكترون ميكروسكوب اللي نزلوه، يعني هذا هو شكله، شوفوا هذا السبايك مالته وهذا هو شكله بالإلكترون مايكروسكوب. زين إذا هاي الطريقة الأولى اللي أقدر أحدد بها حجم الفيروس. إذا أنا شنو؟ شفت شكل الفيروس واضح من بعيد، شفت شكله وشفت حجمه. الطريقة الثانية شنو هي؟ filtration through membranes of graded porosity. شو أسوي؟ أفلتر العينة مالتي، أفلتر العينة مالتي عن طريق الفلترة، أقدر شنو أحدد حجم الفيروس. The approximate size of any virus can be measured by determining which membranes allow the infective unit to pass and which hold it back. The size of the limiting APD average pore diameter multiplied by 0.64 yield the diameter of viral particle. طلاب عملية شنو الترشيح لي أو شلون أحدد أني حجم الفيروس عن طريق الفلتريشن اللي هو الترشيح. مثل ما تشوفون هنا أنا عندي مثلا هذا أو هاي العينة، أنا سويت خففتها مثلا بيها بكتيريا وبيها فيروس، واضح؟ هذا الميكس ايش راح أسوي له؟ راح أخلي جوا عندي فلاسك معقم، واضح؟ هذا هو هذا نفسية الفلاسك، قلبته هيك شي قلبته. شوفوا هذا الأحمر، هذا الأحمر الخط الأحمر هو هذا الفلتر، هو هذا الفلتر اللي أخليه، وطبعا هذا الفلتر هو هذا وياه، شوفوا ذني ياهن ذني أشكال وأحجام مختلفة لمن؟ للفلتر اللي يستخدموها بمن؟ يستخدموها حتى يرشحون الفيروسات. شوفوا 1.1 1.2 أحجام مختلفة وأشكال مختلفة، وحدة حاوية على السيليكون، وحدة حاوية على السيليلوز، يعني حتى المادة مالتهم تختلف، واضح؟ هواي اكو اشكال، هواي اكو احجام، فاني حسب الحجم وحسب ال شنو هي اللي استخدمها بالضبط، اني احدد شنو؟ هذا الفلتر احدد الحجم مال الفيروس مالتي.
هنا أنا خليته، شوفوا هنا أنا شو عندي بكتيريا أونلي وهنا فيروس أونلي. شوفوا مثل ما تعرفون أياهو الأكبر بالحجم، البكتيريا لو الفيروس؟ حسب معلوماتكم ياهو الأكبر بالحجم، يعني هو مبينة ترى. منو أكبر حجم فيروس؟ سجاد؟ البكتيريا أكبر، نعم أكيد البكتيريا أكبر. الفيروس هو أصغر كائن مجهري، أصلا مين شاف الفيروس مثل ما قلت لكم إلا إلكترون مايكروسكوب؟ مين شاف بكتيريا عمدة نشوفها؟ يعني بكتيريا دا نشوفها بالوسط الزرعي، هذا الخراج العادي يصير مثلا مرات في الجسم دا نشوفها يعني، بس الفيروس نهائيا ما ينشاف. لذلك هنا شو عندكم هسه حاطين فلتر، هذا الفلتر حسب الحجم مالته، هنا فصل للبكتيريا وهنا الفيروس. شوفوا نعم فصل للبكتيريا عن الفيروسات، تبقى الحجم مالته حسب يعني حسب هو عندي احجام، عن طريق الحجم انا شنو احدد حجم الفيروس، اشوف يا هو الحجم اللي يمر بيه الانفكتيف يونت اللي هي الوحده اللي او الفيريون اللي ممكن يصيب لي ويسبب لي اصابه. هاي بالنسبه الى الفلتريشن. ننتقل الى شنو عندنا بعد طريقه سيدمنتيشن ان ذا الترا سنترفيوج، اللي هو شنو الترسيب باستخدام شنو الطلاب باستخدام جهاز الطرد المركزي، هذا هو السنترفيوج. شوفوا If particles are suspended in a liquid, they will settle to the bottom at a rate that is proportionate to their size. The relationship between the size and shape of a particle and its rate of sedimentation permits determination of particle size. إذا طلاب أنا من أسوي شنو؟ من أجيب السامبل ماتي وأخففه بليكويد معين أو ببفرات معينة، شو أسوي؟ حتى أقدر أحدد السايز مال الفيروس ماتي. اجي اخليه بالسنترفيوج مالتي، هذا السنترفيوج زين، مثل ما قلت لكم احدد السرعه مالته واحدد الوقت مالته. شوفوا التيوب اول ما دخلتها، مثلا انا عندي هواي فيروسات مو فيروس واحد، واضح؟ هو اكيد يعني كل عينه تجيني بها اشكال، شكل بكتيريا وفيروس اشكال بها. فهذا السنترفيوج هنا عندي هاي العينه مالتي الاصليه، شوفوا الاحجام، اكو كبير، اكو صغير متوسط، اكو صغير جدا ناعم، هذا كلش دخلتها للسنترفيوج، فريتها بالسنترفيوج، واضح؟ شوف شلون طلعت لي، طلعت لي هيجي ترتبت الكائنات المنشرية طلاب واحجامها حسب سرعة الطرد، حسب كثافتها، يعني الأصغر صارت لي جوا، الكبيرة هنا صارت بالنص، اللي شوية متوسطة صارت لي فوق، وحسب كل بارتيكل، كل بارتيكل وال حسب كثافته وحسب حجمه يصير الفصل مالته، سواء فوق او جوا او بنص، واضح؟ راح يوصل لي العينه مالتي و حسب الفصل مالتي شنو اني اقدر احدد ايضا حجم الفيروس مالتي. هذا هو الالترا عفو سنترفيوج. هاي الرسم نفس الفكره مال ذاك نفسيتها. بعد الأخيرة اللي هي اللي نشوف بها حجم الفيروس، اللي هي طريقة ionizing radiation وطريقة X-ray crystallography. X-ray crystallography طلاب مثل ما تشوفون هنا، هذه التقنية مو بس تحدد الحجم، هاي التقنية تقرب للفيروس بشكل كبير مثل ما تشوفون، دخلت حتى بروتينات الفيروس. شوفوا هذا عبارة عن، هذا هو الكابسيد، هذا هو شكل الفيروس بشكل عام، نصيح له احنا الكابسيد، واضح؟ هذه هي البروتينات الموجودة داخل الكابسيد، وبداخله كلش بالديب اكو عندنا الحامض النووي مال الفيروس، واضح؟ فبهاي التقنية شنو؟ هاي التقنية حدد البروتينات مال الفيروس، ليس فقط الحجم، البروتينات يعني ساعد في بي 1 هذا اللون، في بي 2 هذا اللون الأخضر، في بي 3 هذا اللون الوردي، في بي 4 وينه؟ هذا اللون، تشوفوه؟ فشنو فسخ لي البروتينات اللي مكون منها الفيروس. هاي طريقة بعد أدق، بعد أكثر، طريقة إكس راي كريستالوجرافي، طريقة أيضا استخدام أشعة، تقنية تعتمد على الإشعاعات تبين لي الفيروس بشكل أقرب وأدق. زين طلاب، هذا كل ما يخص محاضرتكم لليوم. أكو سؤال أو استفسار عليها؟ نعم أكو سؤال أو استفسار على المحاضرة؟
أكو شغلة ما فاهميها، أكو سؤال بدماغكم يفتر، قولوا لي عادي. عفوا عيني، بس خلي آخذ حضوركم حتى انتوا بعد براحتكم سيف. طلاب، هاي المحاضرة، إن شاء الله كويز بيها شو وقت يوم الأربعاء، تجون المختبر وكوزكم بيها، نعمل متفقين كل محاضرة كويز، واحتمال أراويكم كم فيديو عن عملية الانفلاميشن وعن الباكوسايتوسيس اللي أخذناه بالنظري، لأنه ما يعني ما أعطيتكم صورة حية للعمليات اللي شرحناهن. وناخذ حضوركم هناك وتتوكلون بالله، ما عندنا شي وياكم. أنا كله دا أنزل زينب، بعد المحاضرة دا أنزلكم الباوربوينت، بعد المحاضرة دا أنزل الباوربوينت، لأنه أني أول شي مسوي البي دي إف يعني مكملتهن، فالباوربوينت لا يعني أسويه استنى دا أسويه يعني، يعني ما جاهز واضح؟ يجهز قريب على المحاضرة فما ألحق أنزل لكم. لا لا لا، محاضرة واحدة طلاب، محاضرة واحدة فقط، هي هاي أخذتوها بهالأسبوع، بعد هاي ما ناخذ. تجون يوم الأربعاء إن شاء الله، فقط آخذ حضوركم أكوسكم أراويكم كم فيديو وتاخذون راحتكم، لأن هذا رمضان وصعب عليكم وعلينا. زينب الحضور، حفظتي يمي؟ يمي حفظتي، فأنتوا بعد براحتكم. نعم ما عندي شي وياكم، والتقانا إن شاء الله يوم الأربعاء بالمختبر. شكرا جزيلا لكم.